باشمهندس احمد، شكرا لحضورك النهارده معانا. كنا حابين نعرف اكتر عن المحاضرات اللي حضرتك بتقدمها معانا النهارده في المؤتمر. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا طبعا يشرفنا للعام الثاني باشتراكنا في مؤتمر جيوميكاني. احنا شاركنا في 2016. احنا السنه دي بنقدم محاضرتين، محاضره في اليوم الاول ومحاضره في اليوم الثاني. المحاضره بتاعت اليوم الاول بتتكلم عن تطوير الاداء للضاره المحليه باستخدام صور الاقمار الصناعيه، وده من خلال تنسيق وتعاون مشترك تم ما بين جهاز شبكات المراقبة في محافظة الجيزة وشركة ايجي برو. اليوم الثاني ان شاء الله هيكون محاضرة في انتاج خرائط غير رمادية للمناطق الفقيرة او المحرومة، وده بالتعاون ايضا مع ايجي برو وكذا كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة. تمام، ميرسي جدا لوجودك النهارده معانا في المؤتمر، وكنا حابين نعرف اكتر عن تنظيم المؤتمر من وجهه نظرك، يعني كان كويس؟ كان والله الفعاليات تمام، وده عهدنا بشركه ايجي برو، ومزيد من التوفيق والنجاح ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضورك ونشوفك السنه الجايه ان شاء الله. شكرا.